مساء الخير واهلا وسهلا بيكم ببرنامجكم كل يوم اكله وحلقه رمضانيه جديده بسفره جديده. سفرتنا دايما مميزه، بنحاول نقدم لكم حاجات سهله وبسيطه لكن مميزه، عشان كده احنا عندنا النهارده وصفات ولا اسهل. بس هنطلع فاصل صغير ونرجع، هنعمل شغل جامد قوي، استنونا فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده هنعمل طريقه حلوه قوي للشركسيه. الشركسيه من الاكل الحلو قوي اللي بيزين السفره، لكن بتتعمل بتكنيك خاص كده بتخلي طعمها حلو قوي، والصوص كمان ليه طريقه حلوه قوي بتخليك ان انت بتقدر تاكل الفراخ وهي الجوسي مع الرز الابيض. تعالوا نقول كده المقادير كده سريعا وهي موجوده قدامنا. معانا عين جمل وده اساسي في قلب الوصفه بتاعتنا، واللبن بتاع طبعا بتاع بورلاند، والجبنه الكريمي، وقلب توست هناخد القلب بتاعه وهننقعه في لبن، الفراخ طبعا صدور الفراخ، في شويه روزماري، توم، زبده، مرقه لمرق الدجاج، وشويه فلفل اسود وملح. طيب مهم ايه في الوصفه بتاعتنا، او اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الوصفه بتاعتنا او اساس الشركسيه نفسها، هي بتتعمل بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا اعمل الفرخه بتاعتي روستو واخليها زي ما هي كده كامله موجوده في قلب الفرن. أنا حبيت النهاردة نقدمها بشكل مودرن شوية وفي نفس الوقت كأنها في طاجن، وكمان الصوص بتاعها هيكون بطريقة مميزة وبطريقة حلوة. طيب هنضيف إيه مع إيه وهنخلي إيه يتعمل قبل إيه هنشرحه في الوصفة وإحنا بنقدمها لحضراتكم. مهم جدا إن أنا عين الجمل بتاعي مع اللبن مع قلب التوست يتنقع قبليها بيوم مع فص توم صغير قوي كده يدي نكهه حلوه قوي. طيب الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هنبتدي ناخد الفرخه بتاعتي بالشكل ده وهاخدها سلايز بالطول كده حته واحده علشان ما تاخدش وقت في التسويه، بالشكل الجميل ده بالفيليه بتاعها، واخد كمان الصدر الحلو ده. ممكن اشيل الفيليه لو انا مش عايزه، الفيليه التندر ده بيبقى حلو قوي لما بيتعمل في الستريبس، بيبقى حلو وطعمه مميز. هناخد كمان الصدر ده كمان نعملها شرايح كده بالشكل ده من غير ما ادق الصدر بتاعي وبهدله، لان انا مش هعمله بانيه، وفي نفس الوقت انا هاخده في الطاسه بتاعتي او في الجريل وهمارينه بطريقه حلوه وبسيطه. مهم قوي ان السكينه بتاعتي تكون حاميه علشان ابتدي اقطع بيها كويس. ادي كده الصدور بتاعتي متقطعة بالشكل الجميل ده، ده تخين شوية، ممكن ناخده كمان، ممكن ناخد الصدر ده بس. انا عندي كده الصدور بتاعتي بالشكل الحلو ده الجميل ده. الماريني بتاعي او طريقة التتبيل بتاعتي بسيطة قوي، سنة ملح صغيرة قوي، فلفل اسود، سنه من الثوم المفروم، هحاول اوزع الثوم بتاعي بالشكل الجميل ده، سنه صغيره زيت زيتون، احط كده طيب. هناخد الروزمالي بتاعنا كده بالشكل ده، وبناخد الروزماري بفرومه اطلع كل الفليفر اللي موجود فيه والنكهات اللي موجوده واعمله بالشكل ده، وببتدي اخد الفراخ بتاعتي بالشكل الجميل ده وهبتدي اخدها على الجريلا بتاعتي. ممكن اعملها على الجريلا، ممكن اعملها على الطاسه، ممكن اعملها زي ما هي كده زي ما احنا قلنا، اخد الفراخ كلها الروستو اخدها في قلب الفرن مع شويه بوكيه جارنيه. تعالوا نحط الفراخ بتاعتنا بالشكل البسيط ده، و
ودي دي كمان هنا لغاية ما الفراخ بتاعتي تستوي وتاخد المارك بتاعي. تعالى نعمل مع بعض الصوص الحلو ده. الصوص اللي انا هعمله اعمله بكل بساطة زي ما انتوا شايفين كده. دي المكونات بتاعتي، عين الجمل والتوست. خدت قلب التوست ونقعته في اللبن زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبتدي اخده في بلندر مع البلندر بتاعي. في عندي هنزود لبن بستخدم اللبن بتاعي لبن كامل الدسم، بيدي قوام كريمي حلو قوي، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي. بضرب كل المكونات دي لغاية ما تبقى ناعم. تعالوا نقلب الحاجة بتاعتنا على النار تشوفها بالشكل الجميل ده. خلاص استوت. يكون شغال مع كرو حلو، فالحق الحاجه اللي على النار بس لسه، ما تقلقش مش هيحصل لها حاجه يعني. الطاسه بتاعتي. طيب احنا عملنا ايه علشان بس الوقت يسعفنا؟ عملنا الرز الابيض بتاعنا، تعالوا اوريه لحضراتكم بالشكل الجميل ده. رز ابيض عادي خالص، ده اللي هيكون الاساس للشركسيه بالشكل ده. والصوص بتاعي. طيب الصوص بتاعي علشان اعمله ويطلع طعمه حلو، بعمل له البيز بتاعه او الاساس بتاعه هو التوست مع اللبن منقوع قبليها بيوم او على الاقل 6 ساعات مع عين الجمل. ومهم جدا عين الجمل في الشركسيه لان هو اساس الشركسيه الصوص اللي قدام حضراتكم. طيب هناخد مكعبين 3 زبده، وسنة صغيرة ثوم، لغاية ما الثوم ده مش عايزه يستوي، لكن عايز الثوم أحس إن هو خلاص قرب يتحمر سنة يعني. تعالوا نبص كمان على الفراخ بتاعتنا لسه شوية. الله، الثوم بتاعي بدا يستوي اهو، يتحمر حلو قوي. حط سنه صغيره قوي من الفلفل الاسود يدي طعم حلو. ريحته حلوه وتجنن. هبتدي احط الصوص بتاعي. تعالوا بقى اقول لكم تركايه كده حلوه قوي هتخلي طعم الصوص ده يروح بيكوا في حته تانية، ولما تيجي تدوقوا فيه افتر تيست كده طعمه يخليك مستمتع وانت بتاكل الشركسيه. مكعب مرقه الدجاج والجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي مع الصوص الشركسيه بتدي طعم حلو قوي، بتدي كمان قوام كده تحس ان هو قوام كريمي ليكويد، خصوصا جبنه عبور لاند من الجبن الحلوه قوي. وفي نفس الوقت كمان عايز اقول لكم على حاجه، انا كجلال كشيف يعني بعتبر ان دي ممكن تغنيني شويه عن كريمه الطهي، تدي نفس الطعم بتاع كريمه الطهي، المذاق الكريمي قوي، وفي نفس الوقت بتديني الطعم بتاع الجبنه
اللي كلنا بنعشقه دايما في حاجات كلها زي الجبنه وزي البطاطس، الحاجات دي كلها الاطعمه دي كلها احنا بنستصيغها او بنحبها قوي علشان متعودين عليها، فلما بندخلها في الاكل بتاعنا بتدي طعم حلو قوي. يقول لك النفس بتاعه حلو قوي، هو مش النفس، هو انا يعني بعتقد او بشوف من وجهه نظري انا الشخصيه ان ده بيكون تكنيك مش اكتر، يعني تكنيك مكونات اضافات، ايه اللي بنحطه، ايه اللي بنزوده، ايه اللي بنشيله. ودايما بيفكروني اللي موجود على الجريل خايفين على الفراخ، خايفين على الفطار مش خايفين على الفراخ على فكره. طب حلوه كده لونها على الفطار ولا ايه؟ طيب الصوص بتاعي بدا خلاص هيربط اهو، ونجيب بس الويس كده، كان نفسي ادوق بس انا يعني ضايق بروحي وبشغفي. يعني ده بقى عندي الصوص بتاع الشركسيه. طيب نشيل دول كمان علشان عايزين بقى ندلع الشركسيه دي في طريقه الغرف بتاعتها. خلي دي ودي كمان والتوست. ناخد الرز بتاعنا، بصوا القوام بدأ وريحة الجبنة الكريمي مع اللبن بدأ يظهر، وريحة طعم عين الجمل نفسه، الزيوت العطرية اللي موجودة فيه بدأت تظهر ويبقى ليه ريحة حلوة قوي. يعني بجد لو انتوا عملتوها هيعجبكوا قوي بالطريقة دي. طبعا في كذا طريقة وفي اكتر من طريقة للشركسية، بس احنا بنحاول نخلي الطرق سهلة جدا وبسيطة قوي ومبهجة. الصوص بتاعي تقيل اهو، والفراخ بتاعتي تعالوا نشيلها عشان ما يحصلهاش حاجة. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوة دي. يا سلام. بصوا الصوص بدا يتقل خلاص، ده كده خلاص انا هرفعه من على النار واشيله خالص لغايه ما استخدمه. ناخد بس الرز بتاعنا ونغرفه. نغرفه باني طريقه؟ ممكن نغرف الرز بتاعنا بالطريقه دي. ناخد بس الشكل الجميل ده، وخلينا كمان نستقبل التليفون ده. امنيه، امنيه معايا صح؟ الو، ازيك يا امنيه؟ ازيك يا جمال؟ عامل جلال ازيك؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الصيام مأثر معاكي يا امنيه؟ ايه؟ الصيام مأثر عليكي؟ جدا والله يا جلال، انا مش قادره اصلا. طب وايه اخبار الاكل؟ ريحته وصلت عندك ولا لا؟ انا لا والله، انا بص يعني جوزي لو يطول المفروض منطق هروح، انا يوم بعمله اكل ويوم نجيب اي حاجه من بره بقى. الله يكون في عونه. قولي لي يا رب والله. لا حرام عليك يكون في عوننا احنا كمان، يعني المفروض تبقى عارف ان ازاي لما بتقف في المطبخ بتتعب بجد والله. ربنا يكون في عونكم، واحنا كمان ربنا يكون في عوننا عشان احنا بناكل وبنستحمل انواع الاكل اللي انتوا بتقدموها لنا، فخلينا بس نبقى متفقين على النقطه دي. تسلم ايدك والله، يعني بجد بجد حلو قوي الشركسيه، انا كان نفسي اصلا اعرف التكات بتاعتها وهي شكلها تحفه منك. انا هقدمها كمان النهارده، خدي بالك ما خدتش في ايدينا 10 دقايق، احنا كل القصه كلها اللي خدت معانا وقت ان احنا نقعنا عين الجمل مع التوست في اللبن، واستخدمنا لبن عبور لاند كامل الدسم علشان الفول كريم بتاعه بيدي طعم ومذاق غني قوي، كريمي كده بيدي طعم حلو قوي. هنقدم الشركسيه بتاعتنا بالشكل ده، هنرص الفراخ بتاعتنا، ناخد بقى شويه الصوص الحلوين قوي دول ناخدهم. بصوا نعملها بالشكل الجميل ده، وانا استخدمت طبعا الطبق الاسود علشان يكون في كونتراست من الالوان ما بين الاسود والابيض. والفراخ بتاعتي عايز اقطعها، بس نجيب عندي بلانشة هنا، في عندي بلانشة، ونجيب السكينة من ورا ناخد الفراخ بتاعتنا بالشكل الحلو ده،
ونبتدي نرص الفراخ بتاعتنا بالشكل الحلو البسيط ده. ناخد كمان الحته الحلوه دي. طبعا يعني انا بحاول اخلي الشكل كويس، لكن انتوا طبعا في البيت عايزين تملوها فراخ تخلوا الفراخ لوحدها. بصوا واحده روزماري صغيره كده، لا ما تقعيش بقى يعني ممكن. طيب نديها كمان سنه صوص، خليها. بص بقى المخرج الجميل بتاعنا، المخرج الجميل بتاعنا بيعمل كلوز كده على كده، عجبته يعني. استاذ علي، استاذ علي ضيف هو اللي مظبطني يعني، بيكلوزني يعني. طب نخلي دي هنا كده بالشكل الجميل ده، وناخد بقى عين الجمل. ده عين الجمل مهم قوي يا جماعه، مهم قوي عين الجمل. طيب بصوا بقى ال، بصوا سن زيت الزيتون الصغنن ده، سيكا زيت زيتون، زيت الزيتون يعني خليها شايني. طيب ناخد كمان لمياء قبل ما نطلع فاصل. الو الو الو، يا ازيك يا لمياء، عامله ايه؟ الو انا مش سامع حضرتك. طيب شكرا لحضرتك يعني، حاولي اخليهم يتصلوا بحضرتك. خلينا بس نطلع فاصل صغير ونرجع لكم، هنعمل احلى سلطه. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اكيد الضحكه دي سببها الكنترول يعني، الناس معجبه قوي ونصهم فطروا يعني. خلينا نبتدي كده السلطه بتاعتنا، علشان احنا عشان احنا السفره بتاعتنا النهارده كتيره وفيها حاجات كتير وفيها تفاصيل كتير. هنعمل الجريك سلط. الجريك سلط من السلطات الحلوه قوي، من السلطات اللي مشهيه قوي، وفي نفس الوقت هي انا بالنسبه لي وجبه غذائيه كامله. طب ليه وجبه غذائيه كامله؟ لان هي بتحتوي على نسبه ألبان حلوه قوي، زي الجبنه العبور لاند اللي احنا هنحطها وهنضيفها على الجريك سلط. انا بعتبرها زيها زي الجبنه، زي السلطه البلدي، لكن باختلاف التقطيع وفي نفس الوقت اختلاف اضافه الجبنه. هنضيف معاها كمان، تعالوا نقول كده المكونات علشان تبقى موجوده في ذهن حضراتكم. احنا معانا بصل، طماطم، خيار، خس، كابوتشا او ممكن خس بلدي مفيش ادنى مشكله، بقدونس، ورق البقدونس الحلو ده، شويه زعتر، فلفل احمر جليان متقطع علشان يبقى نقدر نخلي فيها شكل حلو قوي والوان كتير، ومعانا كمان الجبنه العبور لاند اللي احنا هنقطعها، ملح خفيف، الفيتا طعمها حلو وفي نفس الوقت بسيطة، والدسم بتاعها قليل قوي. أنا بعتبرها من الجبن اللي هي اللايت اللي تمشي مع السلطة، بتبقى حلوة قوي. طيب احنا كمان عملنا ايه؟ أحلى حاجة في الجريك سلط إن هي بتتقطع تقطيعات كبيرة علشان الفيتامينز اللي موجود. احنا عندنا يعني كل الدراسات أو كل الأبحاث بتقول إن كل ما بنقطع الفاكهة أو كل ما بنقطع الخضار اقل ونسب اقل، كل ما بيفقد الفيتامينز بتاعه، كل ما بيكون الالياف اللي موجوده فيه بتروح. فمهم جدا ان السلطه تكون تقطيعتها كبيره زي الجريك سلط، من السلطات اللي بتحافظ قوي على المحتوى الفيتامينز اللي موجود فيها. طيب تعالوا نضيف كده بكل بساطه. احنا معانا
معانا طماطم لمياء رجعت. لمياء رجعت صح؟ عايش في جلال. دق دق يا مزيكا والله. ازيك يا لمياء؟ هي لمياء لمياء بتروح وتيجي فين بس يا جماعه؟ اهي المزيكا شفتوا؟ طيب احنا حطينا الطماطم والخيار، خليكي معانا بقى وتابعينا على الصفحه يا لمياء. حطينا الطماطم والخيار والخس بتاعنا متقطع. انا بعمل بقى الخس بطريقه حلوه قوي، الخس الكابوتش بالذات لما بيتقطع بالايد ما بيتاكسدش ولا بيصفر، الخس الكابوتش، لكن لما بيجي يتقطع بالسكينه السكينه بتبوظه فبتخليه اكسد وتلاقيه كانه زي ما يكون مصدي كده او لونه اكسد كده اصفر غامق قوي، فانا بقطع دايما الكابوتشه بتاعتي بايدي فبتدي شكل احسن كمان. طيب ورق البقدونس دي سلطة من السلطات المهمة قوي، والفلفل. بص انا مقطع الفلفل قد ايه كبير وشكله حلو وشكله شهي. طيب هحط شوية زعتر، شوية عصير ليمون، كمون. كمون بقى هتوديني في حتة حلوة قوي، يعني هتخليها تبقى قريبة قوي من ان هي تكون شرقي شوية. طيب وهديها كمان شوية زيت زيتون، واحنا حطينا بصل صح؟ لا ما حطيناش بصل، ناخد البصل. في محتاجين كمان نشيل دول بس الأول من قدامنا. وهنحط معاها سنة الملح صغيرة، سنة صغيرة قوي توم مفروم، توم ما يبانش وفي نفس الوقت أحس إن في طعم مختلف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دايما في حاجات بتتحط في قلب الأكل بنتعمد أو بنعتمد عليها اعتماد كلي إن هي تظهر في الأكل، وفي حاجات نعتمد إن هي نحس إن في حاجة طعم غريب لكن ما يكونش فيها كتير، زي نوع السلطة هنحط سنة توم صغيرة ما يبانش إن أنا حاطط توم لكن يبان إن في طعم أنا مش متعود عليه أو بقي مش متعود عليه، فبحط السنة الصغيرة دي وبحاول أدمج كل المكونات الحلوة الجميلة دي. في عندنا كمان ممكن نجيب زيتون، زيتون أخضر أو زيتون أسود. نحط عليها زيتون تدي طعم بقى حلو قوي وطريقة حلوة وشيك. تعالوا نقطع الجبنة بتاعتي. بصوا بقى أنا هقطع الجبنة بتاعتي إزاي. بصوا معانا منار. الو ازيك عامل ايه؟ ازيك يا منور عامله ايه؟ اخبارك ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. تسلم ايدك. الشركسيه الشركسيه حلوه. ايه رايك في في طريقه التقديم نفسها؟ جميل حلوه بألف هنا وشفا. الأحوال والله أكلك جميل جدا وطريقتك كفاية طريقتك. ربنا يخليكي. عايزك تجربي وتتابعينا دايما على الصفحة قولي لنا إيه المشاكل اللي بتواجهك في طريقة التحضير، في طريقة التسوية نفسها، إيه المشاكل اللي بتواجهكوا عشان إحنا نقدر يعني نحط ليها حلول لحضراتكم. أنا كنت عايزة أطلب منك طريقة الكشك. طريقه الكشك قوي ومامتي كمان نفسها اعمله لها بس انا مش بعرف، فيا ريت لو تنزل لنا. طيب بصي هقول لحضرتك على حاجه، احنا ممكن بكره نعمل لك بكره طريقه الكشك، لان احنا كنا بندور على حاجه تزين السفره بتاعتنا، فخلي رانا تعمل بكره طريقه الكشك وننزل المقادير بتاعتها واعملها لك بالتفاصيل كمان. خلاص تمام. عيني على الاثنين. شكرا. تحت امرك. يلا بنوعدكم بكره عندنا كشك. اديكوا عرفتوا كده مبدئيا احنا بكره هنعمل ايه. لو ما كانتش بكره ان شاء الله هتبقى بعد بكره، علشان الشركسيه فيها لبن وفيها منتجات البان، فنعملها لحلقه عبور لاند. قلب الجبنة بقى الحلو الجميل السموزي ده بالنسبة لي يجنن. بصوا القوام بتاعه
نقطعه بقى مربعات كده حلوة. تعالوا بس نغرب بس دول كده الأول بالشكل الحلو ده. طبق السلطة اللي فيه كل الألوان. عايز اقوله احساس، بحس ان انا بشتغل اصلا من قلبي من الحته دي، لان الاكل اصلا ما بينزلش على معدتي والله، الاكل بينزل على قلبي يعني. طيب خلونا كمان نقطع ال، انا بحب دايما الاغي صفوت في نقطع الجبنه بالشكل الحلو ده ان شاء الله باذن الله باذن الله. لمياء معانا ورجعت للمره الاخيره، ثالث مره. اتفضلي يا لمياء انا معاكي. انت سامعني كده؟ انا سامعك والله. انا بصي انا عايز اقول لك على حاجه، انا مبسوط لاصرارك ان انت عايزه تكلمينا بجد والله. اوعي تكوني رحت بعيد يا رجل. نعم؟ الشبكه انت عاملها حلوه جدا. طب بصي هقول لك على حاجه، انا هقف لك في حته فيها شبكه يمكن تسمعيني. طيب انت كده سامعني؟ ايوه سامعك. اقف في حته فيها شبكه. انا اصراري ده بسبب الشركافيه الحلوه اللي انت عاملها والبرزنتيشن بتاعها حلو جدا. الف هنا وشفا. ايه تاني قولي لي؟ تاني حاجه برضو اللبن اللي انت استخدمته عبور لاند مش كده؟ بالظبط فعلا. طب انا لو استخدمته لايت هيبقى كويس ولا هيبقى الافضل ان هو يكون كامل الدسم؟ بصي احنا مش في الافضل، احنا في احتياجنا يعني. انا دايما لما بيكون عندي النيد الاحتياج بتاعي محتاج ان انا اخد اللبن بتاعي لايت ولا عايز الاكل يكون دسم، مش في فرق كتير، الفرق بس في ان انا اللي هدوقه ايه، لكن الطعم مش هيختلف عليه. اتنين المكونات نفسها والمكونات اللبن نفسها هي واحدة، لكن الفرق بس بان ده الدسم اللي فيه اقل، لكن الطعم هيفضل زي ما هو. عين الجمل ومع اللبن نفسه هيفضل زي ما هو، هيديني نفس الطعم ونفس القوام الكريمي، لكن مع اختلاف بس ان هو خالي الدسم مش اكتر. لمياء معايا لسه ولا ايه؟ انا معاك. بس فقولي لي ايه تاني. انا بس كنت عايزه اعرف المعلومه دي، هل هتفرق فعلا لو كان لبن خالي الدسم او كامل الدسم في الوصفه؟ لا مش هتفرق في الوصفه خالص، بالعكس. سواء بستخدم لبن خالي الدسم او كامل الدسم، الفرق بس في ان انا اللي انا محتاجه، بس انا محتاج خالي الدسم علشان مثلا ماشي على لايف ستايل معين، او ان انا بعمل باكل الاكل بتاعي ما فيهوش نسبه دهون كتير او نسبه دسم كتير، فبختار اللبن الخالي الدسم. قبل بقى ربنا يخليكي، عايز بقى اوريكي البرزنتيشن بتاع الجريك سالاد وشويه زعتر كده، وهنحط معاها شويه زيتون حلوين، زيتون اخضر. الله عليك حلوه جدا بصراحه. وهنحط معاها شويه زيتون. شكرا ليكي يا لمياء. تعالوا هنعمل بقى، عايز احط معاها شويه بصل كده رنج صغير، نمسح بس دول ونشيل دي. ناخد بس البصل بتاعنا الحلو ده نقطعه بالشكل ده. ناخد الرنج ده كأزا برزنتيشن بس مش اكتر، نوريه سنة زيت زيتون قبل ما نطلع الفاصل الجميل بتاعنا. هنطلع فاصل صغير، استنونا اوعوا تروحوا في اي حته، هنعمل طاجن هيعجبكم قوي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم. عملنا زي ما حضراتكم شايفين كده الشركسيه بالشكل الجميل ده، وعملنا كمان الجريك سلط. مفيش سفره بتخلو من الملوخيه. طيب الملوخيه لما بنروح ناكلها احنا واصحابنا او لما بنروح ناكلها في مطاعم تختلف تماما عن اللي احنا بناكلها في البيت عندنا. طب يعني ايه الكلام ده؟ بكل امانه وبكل صدق لما بنروح المطاعم وبنسال طب انتوا بتعملوا ايه، او احنا بنعمل ايه في الفنادق او بنعمل ايه في المطاعم اللي احنا بنشتغل فيها، في تريكات كده بسيطه قوي. الناس في البيت بتدق الثوم وتدق الكزبره، فانا هوريكم كده حركه كده صغيره. الاول بس انا الملوخيه عندي فكتها، وادي الشوربه بتاعه الدجاج بتاعي. ممكن لو انا مش عايزها تبقى دسمه، عايزها تبقى شوربه مثلا خضار، ممكن تبقى شويه خضار بوكيه جارني ميريبوا، شويه اعشاب عطريه في ميه فتدي تيست كويس. لكن انا بفضل ان الملوخيه بتاعتي تبقى بالفراخ، وخصوصا لما انا كمان بحط معاها مرقه الدجاج بتدي طعم حلو قوي. طيب انا عندي هنا الشوربه بتاعتي هحطها بالشكل ده، ماشي. مهم جدا القوام بتاع الملوخيه. تعالوا بصوا نشيل دي كده. يعني ايه القوام بتاع الملوخيه بتاعي؟ يعني انا بحط الملوخيه بتاعتي وما مش بخليها تغلي، عشان اول ما هتغلي هلاقيها سقطت مني وما بقتش حلو. طيب الحاجات دي احنا اتعلمناها من ستات البيوت. من ستات البيوت. هل ستات البيوت عندها تكنيك كده او عندها طريقه مختلفه عن الشيفات؟ بيبقى عندها طرق حلوه قوي، لكن المشكله او الفرق اللي ما بينها وما بين المطاعم او الناس اللي بتشتغل كمهنتها حاجه واحده بس، ان الست ممكن تعملها حلو قوي لكن كل مره بطريقه مختلفه. طب احنا بنعملها كل مره حلو على المدى البعيد، كل مره بنعملها حلو وبطريقه واحده، هي التكنيك بتاعها واحد وفي نفس الوقت الطريقه بتاعتها واحده. طيب انا باخد التوم بتاعي بفرمه بالشكل ده، وانا بفرم التوم بحط معاه الكزبرة، تمام. وببتدي. طيب انا مش هعرف اعمل ده في البيت، هعمله ازاي؟ هجيب الهون بتاعي، وانا كنت افضل ان انا اعمله بالهون افضل، بس علشان الوقت بتاعنا اعمله بالهون واقعد امسحه كده لغايه ما اخلي. عايز اقول لحضراتكم ان ريحه الثوم مع الكزبره طالعه، والزيت اللي بينزل من الثوم بيعمل طعم وريحه وبيوديك في حته تانية، بيخليك ان انت بتقعد منبهر ومبسوط قوي وريقك بيجري جدا من حته الطشه بتاعه الثوم بسبب الطريقه البسيطه دي. الطرق التقليديه عموما انا بعشقها جدا. يعني ايه؟ بصوا بقى الثوم الخشن، بصوا دي من الطرق التقليدية اللي أنا بحبها قوي. طيب تعالوا ناخد الطشة بتاعتنا نحط هنا كده، الملوخية من الشرب. أنا بحب دايما مع الملوخية أحط رز بشعرية لغاية بس ما نشوف البوتاجاز. أحط دي كده رز بشعرية، مهم قوي. طيب هنحط معاها شوية السمنة بتاعتنا أو شوية الزيت. خلينا كمان نتكلم عن الاطباق اللي خلصت. الاطباق بتاعتنا اللي احنا استخدمناها النهارده، الشركسيه عملناها باللبن بتاعنا ونقعنا فيها عين الجمل. تعالوا بس نحط شويه سمنه صغيرين هنا. انا بقى بعشق الملوخيه بحاجه واحده بس، السمنه البلدي.
اساس الملوخيه السمنه البلدي. بصوا بقى هناخد شويه الجمال دول لغايه بقى ما تطلع الريحه والحاجه الجميله بتاعت الثوم مع الكزبره. احنا حطينا زي ما انا قلت لحضراتكم اساس الملوخيه بتاعتي السمنه البلدي. السمنه البلدي لو انا ما عنديش سمنه بلدي ممكن استخدم زبده صفراء، زبده صفراء بس علشان هي عشان لغايه ما اوصل بس لغايه ما الثوم يتحمص فبديها سنه زيت ذره علشان ما تحرقش الزبده بتاعتي. الثوم بتاعي بدا يتحمر اهو. تعالوا هنجيب كمان الطاجن بتاعنا اللي احنا هنغرف فيه. نحط دول هنا نظبط كده الصورة بتاعتنا. يا السلام الريحة 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 مالت الاستوديو يا جماعة. التكنيك بتاع الملوخيه لما كنا بنسال طريقه الملوخيه وان انا الملوخيه بتطلع طعمها حلو قوي زي فكره العرقسوس كده. فكره العرقسوس لما بيجي يفضي العرقسوس من فوق لتحت فبتعمل عمليه تسكير للعرقسوس. يعني انا كنت دايما اقول طب هو ليه بيصب من فوق قوي كده لغايه تحت يعني. فاتضح ان الموضوع هو ليه طريقه معينه والطريقه دي هي بتخلي طعم العرقسوس يبقى فيه سكر اكتر. فايه علاقه ده بالملوخيه؟ علاقه ده بالملوخيه ان الملوخيه لما بتترفع فبتعمل عرق كده، وفي نفس الوقت العرق اللي هي بتعمله بيخلي طعم الملوخيه. انا بكلمكم انا ريقي بيجري ريحه الثوم عارفه يعني الكنترول كله فايتر يعني. انا الثوم بالنسبه لي كده بقى لونه حلو قوي. طيب ممكن نغرب بوله صغيره قوي من الرز الابيض لو تحبوا نقدمها جنب الرز جنب الملوخيه. علشان محدش يقول ان احنا الملوخيه بتاعتنا من غير رز. تعالوا كمان نعملها بالشكل الجميل ده بوله الرز. نفلفل، مش عايز اعمله شكل كده بس عايزه يبان ان هو مفلفل اكتر يعني. طيب انا الملوخيه بتاعتي بصوا الثوم بقى بدا خلاص يبقى يلون ويبدا خلاص داخل في اللون الجميل ده. هاخد شويه بس من الطشه دول ماشي، خليهم هنا كده بس على جنب وابتدي اعمل كده. بسم الله يا سلام. دي كانت محتاجه لمية تعمل الشهقه بتاعت الملوخيه بس لمية خلاص. يلا اهي بصوا يا السلام اهي يا كاميرا 4 جابتها يعني ولا لسه؟ طيب اهي يلا ناخد بقى هنا. بصوا الملوخيه تقيله والقوام بتاعها حلو قوي. ناخد شويه الطشه الحلوين دول نحط الحاجه بتاعتنا هنا. دي كده بقى لازم يتغني لها الحلو في الفرندا شاورلي وبصلي. يا رب الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم، وبجد بجد بجد انا سعيد ان انا موجود معاكم ودايما انا بطبخ بقلب وبشغف. مستني اتصالاتكم ومستني وصفاتكم اللي انتم محتاجين تعرفوها. اشوفكم بكره باذن الله صوما مقبولا وافطارا شهيا. مع الف سلامه. باي باي.